اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيروج الاعلام الجزائري اليوم واحد المعزوفه ديال نجاح السياسه الخارجيه الجزائريه وربطها بالعهده ديال عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. هذه المعزوفه تتغنى بكون ان الجزائر تمكنت خلال هذه الفتره القصيره لتولي الرئيس الجزائري الحكم استعادة هيبتها ومكانتها سواء داخل إفريقيا أو في العالم. والحقيقة لمن يتأمل الخريطة السياسية الحقيقية للجزائر سيتأكد أن ذلك مجرد نفخ وتسخينات للعهدة القادمة للرئيس الجزائري للولاية الثانية للحكم. لنلقي نظرة أولا على خريطة الجزائر ونرى موقعها الاستراتيجي وقيمتها الاستراتيجية والسياسية وقوتها سواء داخل قارة إفريقيا أو في العالم. لنبدأ أولا، هذه هي خريطة الجزائر. العلاقة مع تونس، العلاقة مع تونس متوترة متذبذبة وليست مستقرة على كل حال. فمؤخرا نما تيار سياسي في الجزائر يطالب باستعادة أجزاء من التراب التونسي سبقا الاستعمار الفرنسي انضمها للجزائر. هذا التيار ينمو ويستقطب أصواتا كثيرة داخل تونس وخارجها من أجل مطالبة الجزائر بإرجاع جزء من التراب التونسي الذي ضمته ظلما وعدوانا فرنسا للجزائر خلال تأسيسها أو خلال مغادرتها بالأحرى لجمهوريتها في إفريقيا. لننزل قليلا وننظر إلى ليبيا. العلاقة مع ليبيا أيضا أكثر من متوترة. فالمعلوم سياسيا أن في ليبيا اليوم ثلاث حكومات، غرب وشرق وجنوب، وليست حكومة واحدة. السياسة الجزائرية تحاول أن تطبطب على كتف حكومة واحدة من الثلاث، وهذه الطبطبة إذا صح التعبير مشوبة بالحذر ومشوبة بالمصالح ومشوبة بدعم أو عدم دعم الطرح الانفصالي في المغرب أولا، ثانيا الموقف من التجارة والاقتصاد والسياسة وتبني الطرح الجزائري كنظارة لتحليل العالم. طبعا تظل الأوضاع متذبذبة وغير مستقرة مع ليبيا. ننزل قليلا إلى النيجر. الكل يعرف علاقة الجزائر بالنيجر، العلاقة وهي امتداد حدودي قد يصل إلى 1000 متر. فهذه أكبر مشكلة تواجه النظام الجزائري الحالي. النيجر مؤخرا استدعت سفيرها من الجزائر وأكدت أن الجزائر تقوم بأفعال عدائية ضد وحدة النيجر، وهو نفس رد الفعل الذي قامت به الجزائر أيضا. فالعلاقة إلى حد الآن متوترة وخطيرة للغاية. ننزح قليلا إلى اليسار، العلاقة مع مالي. الكل يعرف أيضا الوضع غير مستقر لمالي والسياسة التي تتبعها الجزائر مع مالي، وأيضا الحدود المتوترة، الخطر الكبير الذي يهدد الحدود ما بين الجزائر ومالي. إلى هنا ندرك أن العلاقة مع مالي ليست مستقرة وليست إيجابية على الإطلاق. نصعد إلى موريتانيا، قليلا ننزاح إلى موريتانيا. موريتانيا هذا البلد الذي يزعم الحياد في تعاطيه مع القضايا السياسية مع محيطه لا سيما قضية الصحراء المغربية، فهو يدعي الحياد، لكن شمال موريتانيا اليوم أصبح معقلا لتجنيس العديد من الانفصاليين الجزائريين والموريتانيين والأفارقة بدعوى النضال أو دعم الانفصال، وهو ما يعني عدم سيطرة الجيش الموريتاني على هذا التحرك السياسي المشبوه في جمال موريتانيا. لا بد من التأكيد هنا أيضا أن الجزء الأكبر من المحاولات
ديال التسلل من في المناطق العازله ياتي بالتحديد مع الحدود مع موريتانيا وليس مع الجزائر. هذا يعني ان العلاقه مع الجزائر، علاقه موريتانيا مع الجزائر، علاقه متذبذبه خطيره جدا وغير مستقره على الاطلاق. إذا نصعد قليلا جهه الشرق، العلاقه مع المغرب، هذا العدو الكلاسيكي الذي ترى فيه الجزائر عدوها بكره واصيله في الليل والنهار في الظلام والضوء، عدو استراتيجي يجب التصدي لكل محاولاته ولكل مواقفه التي يتبناها، حتى انها تتصدى بشكل غبي احيانا وتتبنى طروحات يعني متناهيه مع النظام المغربي، سواء في الاقتصاد او في السياسه في الرياضه ايضا الى اخره. هذا يعني ان الوضع مع المغرب وضع كارثي ووصل الى نقطه اللا عودة، علما ان المغرب يتبنى سياسه اخرى مختلفه ومغايره تماما على السياسه التي يتبناها حكم العسكر في الجزائر. لنصعد الى الشمال الى اسبانيا. الكل يعرف الموقف الجزائري من اسبانيا. لقد استدعت سفيرها لمجرد ان الحكومه الاسبانيه